انطلاعا من طرح الرئيس الحريري باسناد حقيقة المالية لشخصية من الطائفة الشيعية، لازم نحذر من خطورة خلق اعراف على العقد السياسي والاجتماعي اللي ارسوه اللبنانيين بالطائف سنة 90. اهم شيء ارسال اتفاق الطائف هو انه وضع السلطة الاجرائية بايد مجلس وزراء مجتمعا، وما ميز بين الطوائف وما بين الحقائب، جميع الحقائب فيها تتوليها جميع الطوائف. اتفاق الطائف خلى الرئيس الجمهورية صلاحيتين اثنين، اول صلاحية توقيع مراسيم تشكيل الحكومة، اما الصلاحية الثانية فهي رد المراسيم العادية فقط، لانه مراسيم اللي بتصدر عن مجلس الوزراء في حال اصر عليها مجلس الوزراء على رئيس الجمهورية انه وقعها بعد 15 يوم، هيدا رئيس الجمهورية وهيدي صلاحياته. بمقابل رئيس الجمهورية اذا تم تكريس هذا العرف باسناد المالية لشخصية من الطائفة الشيعية، ما لازم بقى نطلع عليه لقب وزير المالية، لازم نطلع عليه لقب رئيس المالية، لانه هيدا الشخص بالإضافة لكونه مشارك بالسلطة الإجرائية ومشارك بمجلس الوزراء وبيصوت بمجلس الوزراء، هذا الشخص بإمكانه شل السلطة الإجرائية من خلال الامتناع ورد المراسيم يلي بترتب على الدولة اللبنانية أعباء مالية. نحن اليوم منا قدام عرف بكرس مثالثة أبدا، نحن اليوم قدام عرف بكرس مناصفة ما بين الرئاسات. اليوم في طائفة صار عندها رئيسين، رئيس المالية وعندها بالإضافة لرئيس المالية رئاسة مجلس النواب، وباقي اللبنانيين عندهم الرئاسات الأخرى. خلق أعراف بحياة ديمقراطية طبيعية أمر وارد، ولكن هذه الأعراف بتم خلقها بطريقة ديمقراطية وبطريقة طبيعية، أما خلقها تحت التهديد وتحت الوعيد فهذا الموضوع ما بعرف إذا يمكن يوصلنا على جهنم للحذر من رئيس الجمهورية.